يرى لدينا بعض الأرقام لضحايا القصف الجوي الروسي على عدد من المناطق الأوكرانية، حيث ذكرت السلطات العسكرية المحلية في منطقة خاركيف شرق البلاد عن سقوط 3 مدنيين على الأقل خلال الساعات الماضية جراء القصف الروسي. هناك عدد مماثل أو أكثر لم يحدد بعد في مدينة ليسيتشانسك بمقاطعة لوهانسك أيضا جراء القصف الجوي والمدفعي المكثف على هذه المدينة خلال الساعات الماضية، وفق ما قال الحاكم العسكري لمنطقة لوهانسك سيرهي غايداي. طبعا في غضون ذلك تستمر المعارك والقتال على عدد من المحاور خاصة في المنطقة الشرقية. يتحدث الجيش الأوكراني عن وقفه لهجوم واسع في المنطقة الصناعية بمدينة سيفيرودونيسك التي تستخدم فيها القوات الروسية كل أنواع الأسلحة من أجل ربما الدفع ومحاصرة القوات الأوكرانية المتمركزة هناك. أيضا هناك محورين ثانيين استهدفتهما القوات الروسية وجرت بهما معارك وفق ما يقول الجانب الأوكراني أفدييفكا وكذلك باخمود في مقاطعة دونيسك. هناك يتحدث تقرير عن لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن سقوط أكبر عدد من القتلى الروس خلال الساعات 24 الماضية. العدد الآن الذي يتحدث عنه البيان الصباحي هو نحو 300 قتيل من الجنود الروس خلال 24 ساعة الماضية في مختلف مناطق البلاد. طبعا في غضون ذلك لا زال التوتر تشهده منطقة خاركيف، يبدو أنها ستكون محور المواجهات والصراع خلال الأيام الماضية وفقا لجميع التقارير العسكرية والمخابراتية التي تؤكد وجود ربما تحرك واسع النطاق للقوات الروسية في هذا المحور. في المنطقة الجنوبية أيضا تتحدث تقارير عسكرية عن معارك دارت بين القوات الأوكرانية والروسية في محور ميكولايف وكذلك خيرسون، وأن القوات الروسية ما زالت تتراجع بنحو 10 إلى 15 كيلومترا في هذه المنطقة هذا كله التي حسب سيطرت عليها كما هو معروف القوات الروسية منذ الأسابيع الأولى.